كم يبلغ عدد المدن التي تقع تحت الأرض في كابوتكيا بتركيا؟ أكثر من 200 مدينة منتشرة في المنطقة كلها. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الضغط على زر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. كم يبلغ عدد المدن التي تقع تحت الأرض في كابوتكيا بتركيا؟ أكثر من 200 مدينة منتشرة في المنطقة كلها. وعلى الأرجح هناك المزيد من المدن التي تقع تحت سطح الأرض ولم تظهر ولم يكتشفها أحد. ومن بين هذه المدن تم اكتشاف مدينة تسمى مدينة دانكيو، تم اكتشافها سنة 1963 عندما كانت عائلة من سكان المنطقة تجدد المنزل، فاكتشفت ممرات تؤدي إلى شبكة تحت الأرض. وطبقا لناشونال جيوغرافيك تتكون هذه المدينة من 11 طابقا تحت الأرض ويبلغ عمقها حوالي 280 مترا. تقع على مساحة 4 أميال مربعة. كما تتضمن المدينة معابد ومقابر ومتاجر وأماكن للمعيشة وحظائر للماشية، كما تم تسجيل أكثر من 15 فتحة للتهوية في تصميم المدينة، بالإضافة إلى وجود الغرف التي تسع 50,000 من السكان. تحتوي المدينة تحت الأرض على ممرات ممتدة وتتصل بأنظمة من مياه الآبار الجوفية من أجل توفير المياه. أما المثير للانتباه بشأن هذا العالم تحت الأرض هو النظرية القائلة بأن سكان هذه المدينة كانوا يختبئون من شيء مروع. إن المدينة مزودة بنظام أمني معقد يتكون من تقييم معين مصحوب بالعديد من الأبواب الحجرية تغلق المدينة بإحكام. ولكن مما كانوا هؤلاء الناس يختبئون؟ أيًا كان، لقد فضلوا الهرب عن المواجهة، ثم حفروا هذا التكوين في الصخور تحت الأرض بشكل مثقل، وهو بذات المتانة حاليًا منذ تشييده. ويرى علماء الآثار أن من قام بتشييد هذه الشبكة فقد كان على معرفة متطورة بالنحت على الصخور والفن المعماري والهندسة والجغرافيا، بينما تعتبر معرفة عمر هذا التكوين صعبة للغاية نظرا لعدم وجود محاجر أو أكوام أو نفايات أو أدوات لفحصها. علاوة على ذلك، ليس هناك سجلات توثق بناءه تحديدا أو من كانوا قد عاشوا به، إلى جانب أنه ولسوء الحظ كانت العديد من الثقافات قد استخدمت المدن المشيدة تحت الأرض على مدار القرون. وبالنسبة لليونسكو تعتقد أن أول علامة على النظام الرهباني في كابوتكيا يرجع للقرن الرابع بناء على تعليمات القديس بابوليوس الكبير، وذلك من أجل صد هجوم العرب، وبالتالي يجب على الجميع التواجد سويا في مجتمعات صغيرة وبدء العيش في الصخور. وتشير مودرن أكاديمي إلى أن هذا التكوين قد تم تشييده في سكات فيرجيا عام 700 قبل الميلاد. إن هذه الكهوف تحت الأرض تم تشييدها بواسطة الملك الفارسي جيمشت، ويقال أن الملك جيمشت والذي وصف بالأسطوري قد عاش أكثر من 900 عام، كما قيل بأنه قام ببناء المدينة تحت الأرض بناء على أوامر من إلههم الهوريمستا لحمايتهم من شتى الكوارث، مثل ما حدث مع النبي نوح عليه السلام. تم أخذ الأوامر من الملك جيمشت، تم جمع الأزواج من الحيوانات والبشر بالإضافة لجميع أفضل البذور من أجل إعادة زرع الأراضي بعد انتهاء طوفان الشتاء، وهذا كان قبل العصر الجليدي الأخير، أي قبل 120,000 سنة. وفي الأخير لا تنسى دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد.